تسافر. ما دام الحديث عن هذا الموضوع السفر، يزيد أيضا سائل يقول أنه قد يسافر إلى دولة ما ويجلس أكثر من 3 أيام، أسبوع، 10 أيام، 20 يوم، هل السفر مربوط بعدد الأيام أو بتلبس الإنسان؟ نعم، الأيام معتبرة ولكن ليست محددة. هذا ترى من قال من لا دليل كابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم، مو بيقولون إن المدة لا أثر لها أبدا. لا، المدة واحدة من المؤثرات في اعتبار الإقامة. يعني مثلا يجلس 6 أشهر في بلد بانتظام وستة أشهر في بلد، هذا مقيم هنا ومقيم هنا، مدة كثيرة والتزم بهذا البلد، مثل بعض الناس يجلس فترة طويلة جدا، فهي عائدة للعرف، فهذا عرفا له مكان ينزل فيه ومملوك ومستأجر مدة طويلة ويأتي معه أولاده ويقيم مدة طويلة، هذا صار مقيما. أنا أتكلم على الأسفار العادة، الحج، العمرة، الجهاد، العيادة المريض، قضاء مراجعة الدوائر الحكومية، إدارة تجارة عاجلة في 20 يوم ونحوها، لا هذا وخاصة أنها غير منتظمة. العبرة بالعرف الحقيقة، أن العبرة بالعرف، هي العرف قول أكثر علمائنا باعتبار العرف في السفر. الحقيقة من لوازم ذلك أن نقول بالعرف حتى في الإقامة، والله أعلم.